إذن فيما يخص اللاعب شاسا بونسي، بالفعل لقد تم ضمه عدة مرات من قبل للتجمعات، وهذا حقيقي. إنه لم يلعب أي مباراة، ولكننا نعرفه جيدا، وهو يلعب في الدوري الفرنسي ويلعب جميع المباريات حتى ولو كان 10 دقائق. وبالنسبة لي هو لاعب جيد ولديه خبرة، وبالفعل أبلغوني أن في وسط الملعب الدفاعي وخاصة مركز رقم 6 هناك لاعبين جيدين ولديهم خبرة كبيرة، مثل إسماعيل أويدراجو وجيرا وأيضا رامسالو، ولا أعتقد أن ساشا سيكون لديه مشاكل، سيستطيع اللعب بينهم. وبالفعل أيضا بخصوص غياب تروفا بوني، لكني أقول أن تروفا ينقذه كثير من الخطورة والرتم، وللأسف لقد لاحظنا ذلك في التجمع الأخير، كما أن البطولة التي يلعب بها متوقفة منذ شهران وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا لا يسهل مهمته، وهذا أيضا لا يتناسب مع رتم الأداء في وسط الملعب والذي يعتبر مهمة جدا. ونستطيع أيضا ملاحظة أن وسط الملعب وخاصة قبل التجمع الأخير أن الجميع في هذا المركز لم يكن بنفس الخطورة لو تذكرتم، وذلك على مستوى المدافعين ولاعبي الوسط أيضا، وأنا أعترف أن لدينا قصور في هذه النقطة، كما أن المهاجمين تم اختيارهم طبقا لأدائهم، وهذا حقيقي أن لدينا قصور في الهجوم وفي الخطورة، ولكنني أستطيع تجاوز ذلك من خلال الإعداد الجيد وأيضا الانسجام والتفاهم على استراتيجية اللعب التي نتدرب عليها معا منذ عدة أشهر.